ما حكم الكعب؟ الكعب؟ الكعب لباس مشهور عند النساء. لباس مشهور عند النساء، ولكن اشرحه لنا. هو يشبه الدرع. لباس يكون على الرأس ولا على المنكبين؟ من المنكبين إلى القدمين. ويبقى الرأس والعنق بارز. له لباس آخر. لكنه بارز متميز. متميز. إيه. هو الأصل أن الكاب لا بأس به لأنه ساتر، ولكن أنا أرى أن لا نفتح الباب للنساء في تقليد غيرنا. متى جاءنا هذا؟ إلا حين جاء الناس إلينا أو ذهبنا إليه، فكوننا نتلقف عادات غيرنا التي ليس فيها مزية نافعة عن عاداتنا أمر يجعل الإنسان دائما في التبعية ودائما ذنبا لغيره. فما دام لباسنا العباءة هو الأستر للمرأة وهو الأحوط فلنبقى عليه، لأنك هذه السنة ربما ترخص لها في الكاب وتلبس الكاب، في السنة الأخرى تقول أعطني البنطلون، نعم، ثم في السنة الرابعة أو الثالثة تطلب أيضا اللباس القصير ولباس الأفندي كما يقولون وما أشبه ذلك. فالذي أرى أن نحجز النساء أن تلقف هذه العادات، ونقول ما الذي تستفيدين من هذا؟ ما العباءة إذا التمت بها المرأة صارت مثل الكاب، وأسفر وأحسن وأبقى وأعز للإنسان. كون الإنسان يعتز بعاداته التي لا تخالف الشرع ولا يكون ذنبا لغيره في تلقي العادات، هذا هو المطلوب من الإنسان الحازم.